تمانينات جاي بعد جيل بلا ريسكات، عايزين يعيشوا في روقان، شغل من 9 لـ2 يرجعوا منه بالبطيخه والجرنان، يقيلوا ويقوموا ينتخوا قدام تمثيليه 7 بالليل، يخلصوا 8 ويناموا، واللي يشتغل ويجمع فلوس فيهم يتريقوا عليه ويقولوا انه مادي قذر راسمالي جشع. ولو مش مصدقني شوف كده الافلام والمسلسلات بتاعتهم، يلا هيروحوا من ربنا فين؟ احنا جيل استلم الرايه من الجيل اللي قبله وهي حالها مايل. نور يا مايل. سلامك قولة برب الرحيم، اتصرف اتصرف يا بابا. ما تخافش انا ابنك شريف وجاي لك يعني بقالة الزمن دي بالمستقبل عشان انصحك. لا 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 انت بتشتغل دي، اتصرف، صاحب البيت اسمه محمد. ها محمد مين؟ يعني انت مصدق ان عفريت وعقلك رافض يعني اللي انا جاي لك من مستقبل؟ ايه ده فعلا، انت كلامك لوجيك ومنطقي على فكرة. بص يا سيدي هثبت لك، وادي الموبايل. صحيح يعني هم لسه ما اخترعوش عندكم، بس ده جاي من المستقبل، وادي صورتي انا وانت اهي في المستقبل. اه ده ايه ده، ده فعلا اهو. ايوه بس هو انا شكلي اتغير كده ليه؟ ما انت يعني كنت دايما تقول لي في المستقبل ان ام يعني شايلتك الهم وعجزتك بدري بدري. اه وجاي تقول لي بعد ايه بقى، بعد ما اتجوزتها؟ يلا ما علينا، نبقى ناخد بالنا بعدين بقى. لا ده انا كمان جاي اقول لك عشان تاخد بالك من حاجات مهمه جدا، وده اللي انا جاي لك عشانه. قول قول يا ابني وانا عينيا ليك، انت دلوقتي كبيري. ايوه وعندك خبره، فدني يا ابني وقول لي، فهمني فيه. شوف يا حاج شوف. ايه نزل رجلك، فين التربيه بقى؟ معلش بص انا عايزك تشتري حته ارض في التجمع عشان دي هتفرق معانا قوي وهتجيب لنا ملايين في المستقبل. لا بقى لا بقى، وانا مش معنى اني سلمت لك دماغي وكبرتك هتخرب. تجمع ايه يا ابني؟ انت عايز اروح اخد ارض في الصحراء؟ انا اللي قلقت وقلت يمكن حد جرى له حاجه ولا حاجه في المستقبل. ما هو كده هيجرى لنا حاجه بسببك. ارجوك اشتري حته الارض في التجمع، التجمع ده هيبقى المستقبل، يعني خروجات، فلل، نوادي، 90 شمالي، 90 جنوبي، وحاجه اخر لخبطه. واضح يا ابني انك ماشي على الموضه بتاعت اليومين دول، زي مصطفى ابو طلعت صاحبي، راح اتسرع واشترى ارض ورا التجمع في قلب الصحراء وقال ايه هو ده المستقبل، عايزنا نشاركه. فاكرنا اهبل؟ بس انا مش اهبل، لا انا مش اهبل. مصطفى ابو طلعت اللي هو صعبان عليا. ياما قلت له يا مصطفى طلعت ابنك هيدي عليك عشان الفلوس اللي انت رميتها في الارض. ده انت اللي صعبان عليا، ده انا اللي هادي عليك، ده بقى ملياردير عندنا دلوقتي. ايوه انا فهمت فهمت دلوقتي، هو اللي زقك عليا. روح قول له العب غيرها يا مصطفى يا ابو طلعت. والله يا بابا ده اللي بقوله لك ده صح، اسمع كلامي اسمع كلامي واشتري الارض. لا 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 لا, لا, لا يا ابني لا، انا اروح اقضي يومين في راس البر فريسكا وجندوف لي ملك. ايوه انضف واكرم لي من ان انا ارميهم في شويه رمله في الصحراء. بعدين يا ابني على الاقل انا مش زي ابويا. ابويا رفض يشتري 100 فدان في صحراء العباسيه، مرضيش يشتريهم. ايه صحراء العباسيه؟ صحراء العباسيه ميدان العباسيه يا ابني وجامعة عين شمس. معقول 100 فدان في العباسيه؟ منكم لله منكم لله. اه والله يا شريف من زماني دلوقتي قاعد بلعب بالالافات لعب ومطلع امك. شوف 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 شوف، قعدت لوحدي خليت اشوف حاجات ولا ايه بقى؟ ياه انت انت حفيدي نفس الخدودو نفس اللغد. فعلا الملامح هي هي والمشاعر من الدرجة كان نفسي قبل اشوفك يا حبيبي قبل ما اموت. بعدين عبد الفضيل الكلب مسميك شريف، ما هنش عليه يسميك على اسمي جاد الحق، اسمه كله سجق واطناب. معلش بقى يا جدي هنبقى نعوضها لك الخلفه الجايه ان شاء الله. المهم انا جاي لك كده في موضوع كده يعني كنت عايزك فيه. يا رب الجير المتسرع اللي عايز مصلحته ده يا ابني، شويه شويه كده نتدردش نتجاذب اطراف الحديث. يا جدي ما عنديش وقت، والمره الجايه كده هبقى اجي لك نتهوش هواش ونتجاذب اطراف الحديث. بقول لك بقى ارضك بيقول لي، بقول لك قول يا سيدي قول يا ابني قول. يا جدي انا جاي لك من مستقبل، الحاله بتاعتنا ما اقولكش عايشين في كحرطة. بسم الله ما شاء الله يا ابني ربنا يزيدكم. كحرطة يا جدي كحرطة، يعني ضنك يعني سواد، يعني بقولك يا جدي معاناه، احنا بقينا بنصعب على ابهام سعيد. لا حول ولا قوه الا بالله،
بس يا ابني بس صعبت عليا. جيب لك فلوس. لا يا جدي. تاخد فلوس. شكرا يا جدي. المهم انا جيت لك بس عشان انا عرفت اللي انت كنت عايز تشتري حته ارض 100 فدان في العباسيه. ايه العباسيه دي؟ ايه دي؟ العباسيه يا جدي جامعة عيشة. لا صحراء العباسيه. صحراء العباسيه. انت طالع غبي لابوك بقى يا ابني. يا ابني ولا عبيط يا ابني اقعد ارمي فلوسي كده في ارض صحراء جرداء اعمل فيها ايه؟ ها؟ ارعى معيز ولا اشتغل اعرابي ولا اعمل ايه؟ يا جدي يا العباسيه دلوقتي الشقه تعملها فيها بتاع نص مليون. مليون مليون؟ هم طبعوا املاك جديده. مليون يا ابني كفايه الا الشر. ده انا كنت اشتري 100 فدان كلهم ب 200 جنيه. 200 جنيه؟ يا جدي الاسعار ولعت والعباسيه دي دلوقتي عايشين فيها اكتر من مليون بني ادم. مليون بني ادم؟ هم طبعوا بني ادمين جداد يا ابني. القاهرة كلها ما فيهاش مليون بني ادم يا ابني. يا جدي المهم انا جاي لك من المستقبل واقول لك ابوس ايدك اشتري حته الارض دي هتنفعنا في المستقبل وهندعي لك. يا فكرتني ابويا الله يرحمه كان يشتري ارض من وادي مصر. لا يا جدي ابوك ايه؟ عباس انا مش هقدر اروح لابوك. قلت الزمن بتفصل مني وانا نسيت الشاحن في البيت ويا دوب يعني شويه الشحن دول يرجعوني زمني. ابوس ايدك يا جدي انجز واشتري الارض بدل ما تشل وقتيلك قبل ما ارجع. انت بتهددني يا كلب. انت انسان عديم التربيه والتعليم. انتوا جايين فاس الطائش اهوج اعوج. ايش ترموا الفلوس في الارض مش فارق معاكم. وبعدين لما نشتري الارض دي ابوك هيكمل تعليمه في الجامعه ازاي؟ ها؟ قولي اطلع بره. ايوه صبحي بقول لك ايه ما عندكش كده حته ارض تنفع عيالي في المستقبل؟ ايه في حدود ليبيا؟ حلو حدود ليبيا. طب بص ما عندكش جوه ليبيا نفسها؟ لا خلاص حدود ليبيا حلوه برضو ويعني بعد 10-20 سنه هتبقى وسط البلد وهتبقى كل حاجه قريبه منها. يا عم لا بقول لك ايه هات لي ايراتين هناك. يا عم بقول لك اشتري. ايوه بقول لك انا لسه راجع من عند ابويا وجدي وكنت هقتلهم وخايف ابني يجي لي بعد 40 سنه يديني بسكينه في رقبتي. خلص والنبي يا صبحي. اشتريها له والنبي. سلام يا صبحي. سلام. الله يرحمك يا جدي انت وابويا كنتوا ظلمه.